طبعا في النهايه في نهايه الندوه بدأ منه مصر مع الشاب المبدع الجميل، يعني الابن طبعا يطلع مين لابيه، فهو خالد الشحات وهو رئيس قسم ثقافي المرجع. انا احييه بدوره الكبير في مؤتمر قصه الشعراء، وقد كان هو الدينامو المحرك في المؤتمر، وهو الذي يبذل الجهد في كل شيء في تثبيت الملوك وفي الاعتناء بهم وتكريمهم وتقديم كل جميل من الجميل الشاب الجميل المبدع خالد محمد الشحات. بنيت المجد من الدنيا، سعيت الوردة حنية، رفعت الحق والخضرة وطيرت الحمام فيا، قالت لي البنت غنبورة، يا ريتك تفتح الصورة، لقيت الشمس مبصورة، وغاب البدر في عينيا، كتبت الشعر لون فاقع، رميت الوزن على الواقع، وليل الصيف نهار ساقع، حدفت الطوبة في المية، رجعت سنين على طول وطعميتي باقي الكل، ولما كبرت تربيتي فصيح الشعر عمية، يا مجد المبتدى الحاف انا عايش 200 حاف، ورغم الطول حاف ومستني كمان 100، ما انا العاشق وانا المعشوق ونسر الشعر بص لفوق، ما تعرفش الا لما تدوق هتاخد 1000%، بنيت المجد بايديا ودرتم شعر حرية، وعاشت مصر أم الكل، سلام من قلبي وتحية، سلام من